معدلات النفط العالمية. تاني نقطة حصلت بعد حوالي 10 سنين أو بنتكلم في 2020 تقريبا، أوباما أخذ نفس الموقف وبدأ كمان هو يقوم بالإفراج عن احتياطي النفط العالمي. ولما أفرغ عن النفط العالمي برضو كان بهدف إن هو يقوم بخفض الأسعار. ولكن معلش في مشكلة في الصوت تقريبا، ولكن طبعا برضو لم ترتفع الأسعار، يعني شفنا أول مرة في النفط لم يرتفع الأسعار عند لما قام أوباما بخفض الإنتاج. تاني مرة كلينتون أيضا أخذ نفس الموقف وأفرغ عن النفط للاحتياطي الاستراتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية، وبرضه لم يرتفع أسعار النفط. جينا بقى للنقطة الأخيرة، في هذه الفترة الأسبوع اللي فات جو بايدن قام بأخذ قرار إن هو والله أنا شايف إن أوبك بلس مش راضية تقلل من أسعار النفط، بالتالي أنا ما قداميش حل غير إن أنا أفرج عن احتياطي النفط من الولايات المتحدة الأمريكية، وده بهدف إن أنا أقلل الأسعار اللي حصل بسببها تضخم في العالم بالكامل. فبرضو اللي حصل إن بعد ما جو بايدن وإدارته قالت إنها هتفرج عن 50 مليون برميل من النفط، لم الغريبة في الموضوع إن الأسعار لم تنخفض من النفط، الأسعار ارتفعت. برميل النفط قبل هذا الحديث كنا بنتكلم يعني او قبل قرار بايدن كنا بنتكلم ان هو 76 دولار برميل، ارتفع ل 82 دولار برميل بعد ما بايدن اخذ قرار ان هو هيفرج عن احتياطي النفط الامريكي اللي هو 50 مليون برميل. 50 مليون برميل ده رقم كبير جدا، احنا بنتكلم تقريبا عن نص الاحتياطي النفطي في العالم، 50 مليون برميل. المشكله بقى ان المره دي بس ايه، يعني بايدن لعبها بذكاء شويه. ازاي؟ قرر ان هو والله مش هيبدا يتعامل مع في هذه الحرب لوحده. احنا بنتكلم ان احنا فعلا دلوقتي يا جماعه احنا بنتكلم ان احنا امام حرب عالميه رابعه في رايي الشخصي. الحرب دي اتقسمت بقى، كان زمان زي ما اتفقنا من شويه كان في اوباما وفي كلينتون الاثنين بيقولوا ان انا هفرج عن احتياطي النفط كل واحد بمفرده. المره دي الكلام اتغير تماما، وبدا ان جو بايدن ياخد قرار ان هو انا مش هحارب لوحدي، انا هبدا اعمل تكتل يحارب بيه اوبك بلس. وهذا التكتل كان معاه بقى مين؟ جمع بالفعل التكتل ده كان معاه مين؟ معاه بقى الصين، معاه كوريا الجنوبيه، معاه اليابان، ومعاه الهند، ومعاه انجلترا كمان. فعمل تكتل ضد الجزء الاخر من العالم وهو اوبك بلس. فبقى في تكتل عايز يفرج عن الاحتياطي بتاعه، وتكتل اخر هو مش عايز يفرج عن الاحتياطي ولا عايز يزود الانتاج، بالعكس هو شايف ان الاسعار الحاليه للنفط اللي هي بنتكلم فوق ال 80 دولار برميل هي بالنسبه له ده سعر التوازن. وفعلا انجلترا والهند اعلنوا ان هم هيفرجوا عن او افرجوا بالفعل عن كذا، يعني كانوا في تقريبا في مليون ونص برميل ونص، وتقريبا برضو مليون برميل في على الجانب الاخر. فبنتكلم على تكتل كبير بيحارب اوبك بلس، طبعا مع مشكله طبعا اوميكرون اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، فحصل تراجع بسيط في اسعار النفط. احنا بنتكلم وصلنا تقريبا ل 74 دولار برميل تاني، ولكن في رايي ان الانخفاض الشديد ده ليس بسبب هذا التكتل من بايدن، ولكن هو بسبب فيروس او تخوفات اوميكرون اكتر من التكتل الاخر. بالتالي احنا يعني امام حرب بالفعل عالميه جديده، بنتكلم على حرب بالفعل عالميه جديده فيها تكتلين من اعظم دول العالم. ولكن المره دي الحرب ليست عسكريه ولا بجنود ولا بدبابات ولا اي حاجه، الحرب حرب على النفط، ناس عايزه تنتج اكتر وناس عايزه تقلل الانتاج. والمشكله الاساسيه ان بايدن بيحاول يوصل للجمهور عنده والمواطنين عنده ان مشكله ارتفاع الاسعار في الولايات المتحده الامريكيه وان مشكله ارتفاع التضخم في الولايات المتحده الامريكيه هي بسبب النفط بس، وليس بسبب الحزم التحفيزيه اللي الولايات المتحده الامريكيه عملتها، وليس بسبب كميه طباعه الاموال اللي الولايات المتحده عملتها في الفتره اللي فاتت ولسه حتى اللحظه بتطبع. هنتكلم على
تخفيض لبرنامج منشآت الأصول، ولكن ما زال برنامج منشآت الأصول أو طباعة الأموال ما زالت مستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يتم رفع الفائدة حتى هذه اللحظة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي أمريكا نفسها هي سبب في ارتفاع الأسعار اللي بيحصل في العالم كله مش في أمريكا بس. بس هي بايدن عايز يلقي اللوم على حد تاني، لأن شعبيته قلت في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار عنده، فبالتالي بدأ يقول إن مشكلة النفط ومشكلة أوبك بلس هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار. ولكن خلينا يعني أقول لحضراتكم كمان إن الغريب في الأمر إن وزيرة الطاقة الأمريكية نفسها قالت إن لو سمحتم يا شركاتي الأمريكية اللي شغالة في النفط حاولوا الفترة الجاية تساعدوا بايدن. يعني ايه نساعد بايدن؟ عايزكم تساعدوا بايدن اللي انتوا تقللوا كمان انتوا في الانتاج بتاعكم. فده بيأكد اللي انا بقوله لحضراتكم ان الولايات المتحدة الامريكية عايزة تلقي اللوم على اوبك بلس برغم ان المشكلة اصلا عندها. طب ما انت عندك يعني امريكا هي من اكبر الدول اللي بتنتج الدبليو تي اي اللي هو خام غرب تكساس، وده مهم جدا، وهي من اكبر برضو الدول اللي منتجه للنفط زي ما هي كمان مستورده للنفط، ولكن انت